ينضم إلينا من جوهانسبرغ أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك ومرحبا. إذن تتمحور الكلمات في هذه اللحظات مع انطلاق هذه القمة حول أهمية هذا التكتل وقوته في الاقتصاد العالمي، وبين كل الملفات الموضوعة على الطاولة فيما يتعلق توسيع عضوية البريكس، العمل على زيادة قوة هذا التكتل ودوره في الاقتصاد العالمي، وبين الخروج من هيمنة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، ما أهم الملفات الملحة الآن بالنسبة لهذه الدورة أو هذه المرة من هذه القمة؟ الواقع شائع أن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا وضع ما يمكن تسميته بخريطة طريق لتكتل البريكس في الفترة المقبلة، وتحدث عن أمور كثيرة جدا، عن أهمية عميق التعاون بين دول البريكس في ملفات مختلفة، ولم ينسى أن يشير إلى أن اقتصاد أفريقيا ينمو بشكل كبير في هذه الأونة، فبالتالي فكرة أن يحدث توافق أو اندماج أو تعاون ما بين اقتصاد البريكس واقتصاد الدول الأفريقية هو أمر مهم، وهذا كان متوقعا من كلمة رئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن يشير إلى الدول الأفريقية على أنها داعمة للبريكس وعلى أنها واعدة للدخول في هذا التكتل بشكل أو بآخر. ربما من الملفات التي أثارها سيريل رامافوزا فكرة دعم الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دور رجال الأعمال في الفترة المقبلة، وهذا أمر لم يكن مطروحا بشكل كبير أو واسع في بريكس في الفترة الماضية، هو الآن يأخذ منحا كبير بكلمة رامافوزا، وربما التجارب في ذلك الشأن كثيرة بدعم القطاع الخاص أو بتسهيل دور القطاع الخاص، وخاصة كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشتهر بها أفريقيا أو التي تحتاج إلى دعم من بنك التنمية الخاص بتجمع بريكس. على كل حال يعني المحور الاقتصادي طغى بشكل كبير على هذه الكلمة، والتي تعد بالفعل خريطة طريق للفترة المقبلة، بما أن جنوب أفريقيا هي الدولة المنظمة لهذه الدورة. شكرا. نعم شكرا لك زميلي أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية من جوهانسبرغ على هذه التفاصيل.